وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى. أستاذ أحمد أهلا بك. يعني 90 مليار دينار عراقي تهدر فقط في بغداد، يعني ما الصعوبة في جباية هذا المبلغ رغم أن وزارة الكهرباء بحاجة إلى هكذا مبالغ؟ يعني بداية حياكم الله، حيا الله جميع مشاهدي القناة العراقية. طبعا سؤالك كان يتمحور في أن هذه الطاقة المهدورة إلى أين تتمركز وأين تتمحور. حقيقة هي عبارة عن تفسيخ المناطق الزراعية اللي ما متاح لوزارة الكهرباء لا تبسط الخدمة ولا تقدم، يعني تنصب مقاييس الطاقة الكهربائية لاحتسابها، وأيضا يتمثل في المناطق العشوائية المنشئة. وبشهادة لجنة الخدمات النيابية أن هنالك 3401 مجمع عشوائي منشئ في عموم العراق، أكثر من 1000 منها داخل بغداد، بالتالي جملة هذه المجمعات السكنية لا الكهرباء مبسوطة اليد لتقديم الخدمة ولا لاحتساب الطاقة، ولا هم يعني يصرفون الأحمال خارج منظومة الطاقة الكهربائية، بالتالي كلها أحمال إضافية على الشبكة، من شأنها أن تهرأ الشبكة، من شأنها أن تكون أحمال زائدة، تسقط المغذيات، تعطب المحولات، وبالتالي هي طاقة غير مهدورة وغير محسوبة ولا ينتفع من ريح الكهرباء. طيب أستاذ أحمد، نتحدث عن قطاع التوزيع، وحضرتك ذكرت أن الكهرباء غير مبسوطة اليد في هذا الموضوع، وأريد أستوضح منك معنى أنه غير مبسوطة اليد، لكن قبل ذلك نتحدث عن الشبكات الهوائية المتهالكة، نتحدث عن المناطق العشوائية والتجاوزات على شبكات الكهرباء، ولماذا وزارة الكهرباء غير مبسوطة اليد؟ يعني غير مبسوطة اليد بموجب قانون الدولة العراقية الذي لا يتيح للدوائر الخدمية أن تدخل إلى المناطق العشوائية ولا إلى المفسخة زراعيا، باعتبار أن جنس العقار هو غير سكني وغير نظامي، يعني المشترك يكون مشترك غير نظامي، بالتالي لما تريد توسع الشبكات أو تحسن الشبكة أو تضيف أحمال إضافية أو تنصب مقاييس بغية الحد من الضياعات، تلقى أن الجهاز الرقابي للدولة أو الجهاز اللي فارض قانون للدولة لا يتيح للدوائر التنفيذية أن تدخل إلى تلك المناطق. بالتالي نحن كوزارة كهرباء طالبنا لجنة الطاقة النيابية، عرضنا المقترح أمام الأخوة في مجلس النواب، وعرضناه حتى على مجلس شورى الدولة، بحيث يعدل قانون إيصال التيار الكهربائي، بكون هؤلاء المناطق والمفسخين هم كائنين ومربوطين على الشبكة ويستهلكون أحمال هي أصلا تكون متاخمة للمدن الأصلية، بالتالي أحمال إضافية بغية تنظيمها وبغية الحد منها وبغية التجاوزات على الشبكة. احنا طلبنا ان يعدل قانون الايصال بحيث يسمح لنا دخول. الان ربما استحصلنا على جملة قرارات ان نتعامل معهم كمستهلكين. طيب، عدم تعديل قانون الايصال لا يعني انه هذه المناطق لم تحصل على الكهرباء، هناك مقاولون اخذوا على عاتقهم بشكل شخصي ونفعي لمصالح القيام بهذه المهمة. شوف، بالتالي هو هذه الاحمال اليوم نتعامل معها كواقع حال. اليوم ما بوسعك انه هذا المشتركين نزيلهم من الشبكة بحيث نسبب ارباك للوضع العام، ولا بوسعنا ان نتعامل وياهم بالمعطيات العامة من غير ان تكون هنالك احتساب للطاقة. اليوم كلفة صناعة الطاقة باهظة تتكلف اموال، بالتالي هذه الاموال تهدر من خلال عدم نصب المقاييس لهؤلاء المشتركين واحتساب احمالهم. الان احنا عملنا على استصدار قرار وحصلنا على قرارات حكومية ان يعامل هؤلاء باعتبارهم مستهلكين نظاميين. يعني يفترض، احنا دائما قلنا ان جهد الكهرباء ينبغي ان يعضد، يفترض ان الدوائر البلدية، يفترض امانة بغداد وكل الدوائر المعنية ان ترصد مثل هكذا مجمعات تنشأ. هسه باقل تقدير اذا مو تمنع تعلم الكهرباء باعتبارها حتى تتدارك، حتى ترسم شبكة نظامية تستوعب هؤلاء، ما تكون أحمال إضافية على المدن الأصلية، وبالتالي بغية نصب المقاييس لاحتساب الطاقة. طيب، لماذا لا يتم الجباية الإلكترونية، مشروع الجباية الإلكترونية؟ يعني أين وصل به الحال لحد الآن؟ يعني الآن احنا فعلا شرعنا ومساعي الوزارة تبلورت بقرارات حكومية أن نمضي الآن بمشاريع الجباية الإلكترونية. طبعا مشاريع الجباية الإلكترونية تستلزم نصب المقاييس الذكية ونصب مقاييس الدفع المسبق. هذه ستنصب، ليس الغاية منها فقط استحصال الأموال، أولا إشعار المواطنين إلى ضرورة كلفة الطاقة، ثانيا ترشيد الاستهلاك متى ما كان الاستهلاك مؤرق لجيب المواطن، مع العلم أنه يقدم بذات التعرفة المدعومة بنسبة 90%. هذا من شأنه أن يرشد استهلاك الطاقة،
يحول هؤلاء المشتركين. يعني اليوم المقاييس اللي انصفها بزقاق معين تستلزم تاهيل شبكه التوزيع. وبالاخص في الموازنه يعني 2021 نعم. يعني الوزاره يعني تريد منكم مبالغ نقديه جبايه. لا هو اكو فقره بقانون الموازنه الاتحاديه انه اي وزاره بها موازنات ما تستحصل هذا اموال جبايه ما تستحصل تستقطع من الموازنة العامة لتلك الوزارة. فبالتالي اليوم الوزارة جادة أن تمضي بمشاريع الجبال الإلكترونية، من شأنها أن ترشد الاستهلاك، تحد من التجاوزات، تعظم موارد الجباية. متى سيتم تفعيل المشروع؟ الأهم من ذلك سيؤسس لقاعدة بيانات نعم. تستلزم تأهيل شبكة التوزيع، ومن ثم يتعامل مع المشتركين الغير نظاميين الى يحولهم الى مستهلكين. هذا يعني يا استاذ احمد انه في هذه السنه الماليه وزاره الكهرباء ايضا ستقول هناك قله بالتخصيصات. اذا تسالني ليش، اقول لك انه وزاره الكهرباء ما راح تكمل مشروع الجبايه الالكترونيه خلال مده قريبه، والموازنه يجب ان يصوت عليها بالنتيجه تستقطع من نسبه لا موازنه بداية الوزاره. احنا طبعا هو المشروع سيكون استثماري نعم. وايضا محكومين به بسقف زمني من مكتب السيد رئيس الوزراء. بالتالي اليوم احنا فعلا عاكفين، والان الدعوات وجهت نعم. والعروض التجاريه والفنيه قدمت، والوزاره الان في طور دراستها فنيا واعتماد الصيغه. طيب حضرتك حددتنا بالمناطق العشوائيه والتجاوزات، لا خلينا نرجع الى المناطق السكنيه الاعتياديه، الشبكات الهوائيه المتهالكه القديمه والتجاوزات اللي تحصل في هذا الموضوع. ايضا بعض البيوت تم تقسيمها الى نعم. اكثر من بيت يعني. طيب كيف ممكن تقيم مشروع جبايه الكترونيه في ظل هذا الوضع؟ يعني ستنصب مقاييس، مو قلت لك انه المشتركين النظاميين، لو كان هنالك مشتركين غير نظاميين ستتعامل معهم الوزارة على أنهم مستهلكين. بالتالي حتى أبو الكشك، حتى أبو المحل، حتى أبو المطعم اللي كان على رصيف سيعامل على أنه مستهلك للطاقة، ينصب له مقياس، بموجب هذا المقياس تحتسب له الطاقة وعلى أساس سيتعامل بالدفع. طيب ما ممكن تحويل القطع الكهرباء إلى كهرباء أرضي، وهذا تم تطبيقه في بعض المناطق يعني وكان ناجح؟ بالتأكيد أنه شبكات الأندرغراوند هي شبكات تحد من الضياعات والتجاوزات، لكن اليوم الكلام عن تحويل شبكاتها إلى أندرغراوند أولا مكلف جدا، ثانيا نحتاج سقوف زمنية، وبالتالي نعم. من الممكن تعمل به الكهرباء في غير تداعيات اقتصادية مثل هذه. نعم، المتحدث باسم وزارة الكهرباء الأستاذ أحمد موسى، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. شكرا جزيلا.